مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل رأيت منظر المدينة من فوق جبل عالي؟ هل شفت حجم البيوت والعربيات الصغير؟ هذا ما سنشاهده. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. سعدني نتوجه بالشكر لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com. تقدر تراسلنا، تكتب لينا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة شاهدتها علشان تكون واحدة من قصص البرنامج. كمان بدعوك أنك تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة، أو صفحتنا على الفيسبوك صفحة حياتك في قصة. تقدر من اليوتيوب على الفيسبوك الخاص بيك تعمل شير لكل القصص. بنرحب بكده وبنشجعك لكده علشان كلمة الله تنتشر والبرنامج يحقق الغرض بتاعه. قصتنا النهاردة من أروع وأعظم، بل هي أعظم القصص على وجه الإطلاق. قصتنا النهاردة بعنوان جبل التجلي، وقصتنا النهاردة مأخوذة من الكتاب المقدس، من الإنجيل، ومن إنجيل لوقا وصح 9. نقرأ هذه القصة الجميلة من عدد 28. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام، أخذ الرب يسوع المسيح بطرس ويوحنا ويعقوب، وصعد إلى جبل عالي ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة، ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا، اللذان ظهرا معه وبمجد، وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، أي قصة الصلب. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون هنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي هذا هو ابن حبيب له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه. حادثة التجلي موجودة هنا في لوقا، في إنجيل لوقا وأصحاح 7 أصحاح 9، وفي إنجيل متى أصحاح 17، وفي إنجيل مرقس أصحاح 9. وتكلم عنها الرسول بطرس أيضا في رسالته الثانية وأصحاح 1 وعدد 12 و13. هأقرأ اللي كتبه الرسول بطرس عن هذه الحادثة في رسالة بطرس الرسول الثانية. بيقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ من الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سرت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس. رب يسوع اختار بطرس ويعقوب ويوحنا، صعد بيهم لجبل عالي منفردين علشان يصلوا. وهناك شافوا وشه أفضل من أي لمعان شمس، وثيابه ما فيش قصار يقدر يلمع زيها،
ومن المجد ارتعبوا وخافوا. ظهر معاه موسى وإيليا، وبطرس قال للمسيح ده مكان رائع، جيد يا رب أن نكون هنا، نصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وبعد ما قال كده جت سحابة فظللتهم، وجاء صوت الآب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما السحابة اتشالت أخذت معاها موسى وإيليا ولم يروا إلا يسوع وحده. التجلي، أي حينما رأوا مجد المسيح بشكل بالعيان. موضوع النهاردة في دروس جميلة جدا، هذه القصة الرائعة والمعاني الحقيقية هستكملها معك بعد ما نصلي مع بعض مع مرنمنا الحلو الدكتور مايكل إسحاق والعازف الجميل بيتر أنيس، ونقول يا رب خدنا خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. سيب الريموت وابقى معي إلى ما بعد التمرين. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك واملانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات. ادينا كلام من عندك واملانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات، عايزينك انت بيدك توزع الهبات. انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات، عايزينك انت بيدك توزع الهبات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. افرد ايدك واعطينا واغمرنا بالبركات، ده انت في العطا ساخي ولا عندك تعييرات. افرد ايدك واعطينا واغمرنا بالبركات، ده انت في العطا ساخي ولا عندك تعييرات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس
تفرح وتهلل برؤياك. وملانا بسلامك وجهنا للسماوات، عزينا يا رب بصوتك، ده كلك مشتهيات. املانا بسلامك وجهنا للسماوات، عزينا يا رب بصوتك، ده كلك مشتهيات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. أمين يا رب، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. أمين يا رب، خلينا نشوف مجدك دايما علشان نتغير. مكتوب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن التجلي في إنجيل لوقا وصح 9 وفي متى 17 ومرقس 9 وأيضا بطرس الثانية 1 عدد 12 و13، القصة المهمة جدا تجلي الرب يسوع قدام ثلاثة من تلاميذه. وعايز أشاركك النهاردة في هذه القصة في ثلاث كلمات سريعة علشان للأسف وقت البرنامج ضيق. عايز أتكلم عن جو التجلي، إزاي أتمتع بمجد المسيح، ثم ماذا في التجلي، شافوا إيه، حاجة الثالثة ماذا بعد التجلي. طبعا كلمة سريعة عن كل، لأنه الموضوع ده رائع جدا وجميل، تقدر تقراه، هتلاقيه مكتوب كمان على صفحتنا على الانترنت www.livestorytv.com. جو التجلي، ايه اللي قبل التجلي بيعلمنا درس ازاي نستمتع بمجد المسيح. اول حاجة ان في كل المرات اللي ذكر التجلي الرب يسوع بيكلمهم عن حياة التلمذة الحقيقية، حياة التكريس. عايز تتمتع وتشوف المسيح بمجد، عيش التلمذة. يعني ايه التلمذة؟ يعني ان الرب يكون هو محبوبك الاول. قال المسيح: ان اراد احد ان ياتي ورائي ولا يبغض اباه وامه واخوه واخته وامراته واولاده حتى نفسه فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. يعني ايه ابغض السبعه دول؟ يعني احب ربنا قوي لدرجه لما اقارن حب ربنا بحب لابويا وامي واخويا واختي ومراتي واولادي ونفسي، يكون حبي للمسيح بالإجابة. التلمذه كده قال لهم: إن أراد أحد أن يأتي ورائي، دايما قبل التجلي بآية، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، حياة التلمذة. تاني حاجة الصلاة. عايز تتمتع بالتجلي، تمتع بالصلاة. هنا في إنجيل لوقا بيقول إنه صعد بهم ليصلي، وكأن المسيح عايز يعلم التلاميذ ويعلمنا. عايزين نشوفه، عايزين تشوفوني في مجد، اذهبوا إلى فرصة الصلاة. وكتير جدا في بداية وقت الصلاة لما نقعد ساعات في الصلاة، أول ساعات مش بنقدر نشوف حلاوة الرب. بعد فترة ينطبق علينا: المعلم قد حضر وهو يدعوك، وكلنا نشوفه ونتمتع باللي قاله: أظهر له ذاتي، في يوحنا 14. حاجة التالتة القرب. أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا بالذات، خدهم على فكرة في أربع مواقف. خدهم مرة لما قال لهم ستكونوا صيادين للناس، يعني الإنقاذ من الموت وصيد النفوس. بعدين خدهم في بيت ييروس، الثلاثة دول بالذات النصرة على الموت في بيت ييروس. ثم خدهم هنا في التجلي، الموت نفوز عليه بالمجد،
وأخيرا أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا عند الصليب فالقيامة من الموت. الأربع مواقف أخذ الثلاثة، الثلاثة دول كانوا قريبين. عايز تتمتع بمجد المسيح والتجلي، واحد عيش التلمذة، اثنين وقت الصلاة، ثلاثة القرب، رابع حاجة مواجهة الألم. كلنا عارفين ان الثلاثة دول بالذات ليهم مواقف. بطرس هيموت منكس الرأس، يعقوب اتقطعت راسه، يوحنا اتنفى في جزيرة بطمس. لما تخافش، لما ربنا هيسمح لنا بألم 100% هيورينا مجده. مكتوب انت ألمتم حسب البر فطوبى لكم لأن روح المجد يحل عليكم. الحاجة الخامسة طلع فوق حيث الدنايا تصغر والعالم يغيب. عايز تتمتع بمجد الرب ما تبصش تحت، اطلب ما فوق حيث المسيح جالس، ارتفع عن دنايا الأرض. السؤال اللي سألته في البداية، لما بكون على جبل عالي صدقني أشوف العمارات قد كده، وأحيانا وإحنا نازلين من الطيارة يا دوب تشوف العربية الكونتيرا النقل زي الكبريتة. لما تبص مع ربنا فوق مجد المسيح هيظهر وحلاوة المسيح تظهر وتشوف العالم حقير. ثم الحاجة السادسة الانفراد، انفرد بيهم. احنا في عالم في القرن 21 الحياة زحمة وسرعة، يا بخت المؤمن اللي يتعلم يعتزل. خد مراتك وعيالك وقوله عايزين ناخد خلوة، استأذن مراتك مرة أو بابا وماما قول لهم أنا رايح كنيسة أو مكان أقضي يومين بس أصلي بس، ومع نفسك اعتزل. أخدهم منفردين فوسط، يعني تخيل إزاي هتشوف مجد المسيح والزحمة. ثم الأخيرا القداسة، سمى الرسول بطرس الجبل المقدس. إمتى شاف مجد المسيح؟ في الجبل المقدس، حياة القداسة. دول السبع حاجات اللي من خلالهم نقدر نتمتع بالتجلي. رقم واحد التلمذة الحقيقية، الصلاة، القرب، الانفراد، العلو، احتمال الألم، ثم القداسة. إيه اللي حصل؟ أول حاجة وجهه نور أكتر من الشمس. يا رب افتح عينينا على جمالك يا رب وعلى نور وجهك. لما كورنثوس الثانية 3 بنشاهد مجد الرب، ينطبع مجد الرب علينا. موسى قعد مع ربنا بس 40 يوم نزل وجهه يلمع، لكن هنا ده خالق موسى اللي وجهه دايما لامع أكتر من نور الشمس. ثيابه صارت بيضاء، ثياب المجد والبهاء كرئيس الكهنة. ظهر مع موسى وإيليا، موسى وإيليا الاثنين صاموا 40 يوم والاثنين عملوا معجزات قضاء والاثنين انتهت حياتهم على الأرض بطريقة عجيبة. إيليا صعد حي للسماء، موسى ربنا دفنه. الاثنين رمز للناموس والأنبياء. ابتدأ المسيح من موسى ومن الأنبياء، يعني الكل بيشاور على شخص واحد هو الرب يسوع المسيح. الحاجة الرابعة ان تكلموا على خروجه، تكلموا على الصليب، قمة التجلي ولا يوجد مجد. يقول لك لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. للأسف ناموا، وللأسف بطرس قال كلام مش أفضل حاجة. قال جيد يا رب أن نكون هنا، حلو، بس قال كلام نصنع مظلة ليك واحدة لموسى وإليه. هتقول لي طب ما كويس حط المسيح الأول، ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى يسوع الأول ثم اثنين موسى ثلاثة، ما ينفعش. هو الألف والياء، البداية والنهاية. عشان كده اختطف موسى وإليه وبقي يسوع وحده. بعد التجلي وجدوا الراجل اللي كان ابنه في شطان وبيحاولوا التلاميذ يخرجوه وما قدروش. يعني مش ممكن ننتصر على العالم ونمد ايدينا للعالم الجريح والناس المحطمة بقوة إبليس إلا بعد ما نكون فوق، قعدنا مع الرب في الجبل وشفنا مجده. كل مرة تطلع الجبل وتشوف مجد المسيح تاخد قوة روحية تنزل للمصروع. التلاميذ التانيين التسعة قالوا طب ما احنا حاولنا نطلع الشيطان، قال لهم ما انتم ما كنتوش معايا فوق. يدينا الرب نعمة أحبائي علشان فعلا نصلي الترنيمة اللي قالها لنا الدكتور مايكل إسحاق، خدنا على جبل عالي. يا رب افتح عيني علشان ما اشوفش الا شخصك وحدك، فاتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. اتركك في رعاية الله الى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة مجد مستمر ونظرة للتجلي مع الرب يسوع المسيح
إلى اللقاء. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. عايز تتمتع وتشوف المسيح بمجد، عيش التلمذة. يعني ايه التلمذة؟ يعني ان الرب يكون هو محبوبك الأول. عايز تتمتع بالتجلي، تمتع بالصلاة. لما تخافش، لما ربنا هيسمح لنا بألم 100% هيورينا مجده. عايز تتمتع بمجد الرب، ما تبصش تحت، اطلب ما فوق حيث المسيح جالس، ارتفع عن دنايا الأرض. خد مراتك وعيالك وقولوا عايزين ناخد خلوة. استأذن مراتك مرة أو بابا وماما، قول لهم أنا رايح كنيسة أو مكان أقضي يومين بس أصلي بس، ومع نفسك اعتزل. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك.